أول شيء بعرفكم عن نفسي، أنا الهام بشهري صاحبة محل باري فلاورز اند شوكليت. اليوم بنتكلم عن مسكة العروس وشلون العروس تختار مسكتها. طبعاً العروس يوم عرسها تبي تطلع بكامل أناقتها وبأحلى شكل بأحلى صورة، فالمسكة اللي تختارها لازم تكون شيء مناسب لفستانها، للمكان، مناسب للكوشة. نبتدي بارتباط مسكة العروس لفستانها. طبعاً إذا فستانها كان كلاسيك بافي مثل ما يقولون برنسس كات، لازم مسكة الورد اللي في مسكتها أحلى إنه يكون نازل أو حتى يكون دائري، لأنه بيناسب البرنسس كات والبافي الفساتين البافي. وإذا كان الفستان مخصر ولا ميرميد كات، لازم العروس تختار المسكة الدائرية، وطبعاً لازم تختار المسكة المناسبة حق جسمها، ما تكون كبيرة وايد ولا حتى صغيرة اللي ما بتبين، عشان ما تخش تفاصيل فستانها. وحق فستان المودرن العروس لازم تختار لون واحد ونوع واحد من الورد عشان ما تضيع تفاصيل فستانها. الحين بنتكلم عن ألوان المسكات. إذا العرس كان في الصيف، يفضل أن العروس تختار الألوان الفاتحة مثل الأصفر، البرتقالي، الأحمر. وإذا كان العرس في الشتاء، تقدر العروس تختار الألوان الغامجة نفس الماروني، البرغندي، والبنفسجي الغامج. أما إذا العروس بتختار المسكة على حسب شخصيتها، الهادئة بتختار المسكة الناعمة، الألوان الفاتحة الباستل، والعروس اللي تحب الأوفر والمكياج الأوفر بتختار الألوان الفاقعة شوي مع اكسسوارات.